بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نواصل بإذن الله سبحانه وتعالى ونستكمل الحديث عن الذكر وعن تعمير أوقات رمضان بقراءة القرآن، وكذلك أن نستزيد من ذكر الله سبحانه وتعالى سواء كنا بليل أو كنا بنهار. وتكلمنا في المرة السابقة عن فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى مدرسة القرآن، فضل الاجتماع على قراءة القرآن وعلى مدرسة القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تدارسناه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يبقى دي كلها منن وعطايا من الرب سبحانه وتعالى، لمجرد أننا نجتمع على تلاوة القرآن وعلى استذكار القرآن. يبقى مجرد أن احنا بنجتمع على تلاوة القرآن وعلى مدرسة القرآن، ربنا سبحانه وتعالى يعطينا هذه العطايا وتلك المنن، وما كان ذلك إلا بفضل الله سبحانه وتعالى وإنعامه. بتنزل السكينة، تغشانا الرحمة، تحفنا الملائكة، وفوق كل ذلك يذكرنا ربنا سبحانه وتعالى في من عنده. وأيضا ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتقي في كل ليلة من ليالي رمضان مع جبريل عليه السلام، ويقوم بعرض القرآن على جبريل عليه السلام. في كل ليلة من ليالي رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم بيلتقي مع جبريل عليه السلام ويقوم بعرض القرآن على جبريل عليه السلام. وبالتالي في رمضان بنقرأ وبنستمع وبنستمتع بكلام الرب سبحانه وتعالى، ولكن كما بينا سبيل الإنسان لكي يستمتع بكلام رب سبحانه وتعالى أن يفهم أولا ما دلت عليه الآيات، وأن يقف أساسا مع معاني تلك الآيات وما أرشدت إليه الآيات، وأن حتى نستمتع فعلا بكلام الرب سبحانه وتعالى. هذا كلام ربي جل في علاه، وهي صفة من صفاته، فكيف نستمع إلى القرآن بأدب وكذلك أيضا بسكينة وخشوع، وكيف نستمتع بكلام الله عز وجل؟ لا يكون ذلك إلا عندما نقف على ما دلت عليه الآيات أو ما أرشدت إليه الآيات. فلا يكون هم الإنسان أبدا الكم الذي نقرأ، ولكن همي هو ما استفدناه مما قرأناه أو مما استمعنا إليه من آيات الرحمن سبحانه وتعالى. ولذلك بينا ينبغي أن نغير طريقة التعامل مع القرآن، ونصحح أيضا المسار في التعامل مع القرآن. فلا يكون هم الإنسان أبدا الكم الذي يقرأ أو عدد الختمات، ولكن همي الأساسي هو ما تعلمناه من الآيات، وما وقفنا أيضا من خلال أو وقفنا معه من خلال تلك الآيات التي قرأناها واستمعنا إليها، ثم ننظر إلى كيفية تفعيل هذه الآيات على أرض الواقع، تفعيل الآيات دي في حياتي. فلا ضابط لسلوك الإنسان سواء كان من أقوال أو أفعال إلا من خلال هذه الوقفات مع كلام الرب سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا بينا أن الإنسان لا يفطر عن ذكر رب سبحانه وتعالى سواء كان بليل أو كان بنهار، ولا يسأم ولا يمل، لا تمل من ذكر ربك سبحانه وتعالى سواء كنا بليل أو كنا بنهار. من لا ينفك الإنسان، قلنا خاصة في رمضان لما بتصفد الشياطين وتفتح أبواب الجنة وأبواب الرحمات وبتغلق أبواب النيران، فبنجد عون من الله سبحانه وتعالى في هذه الفطرة
الزمنية في رمضان تجد هذا العون على أن نكثر من الطاعات ومن تلك الصلوات ومن قراءة القرآن ومن ذكر الله سبحانه وتعالى. قلنا يعني أنا هو أنا، ولكن بيتغير حال الإنسان في رمضان عن غير رمضان. احنا بنشعر بهذا الأمر، وكل إنسان يشعر بذلك، نجد سهولة ويسر الطاعة، يعني سهولة ويسر الطاعة، فنجد أن الطاعة يعني فيها سهولة وفيها يسر على القيام بها، في يسر كده أن أفتح المصحف وأقرأ وأستزيد من كلام الرب سبحانه وتعالى، يسر عندما أقف خلف الإمام في صلاة التراويح ويقرأ ونحن نستمع، لا يمل الإنسان ولا يسأم عند ذلك من ذكر رب سبحانه وتعالى أو من الوقوف بين يدي الملك الديان سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله درسناه فيما بينهم إلا نزل عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة ذكر الله في من عنده. أيضا يعني نتعلم من مجالس وحلق العلم، مجالس الذكر، تعلم أن الله سبحانه وتعالى يباهي بهذا المجلس الملائكة. لذلك يبقى مجلس، قلنا بغض النظر عن العدد الذي عقد به ذلك المجلس، هذا مجلس علم، قلنا على الرغم من قلة العدد لكن هذا مجلس ذكر، هذا مجلس علم، يبقى أيضا بننال تلك المنن التي بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، تنزل السكينة على هذا المجلس، قلنا بغض النظر عن العدد، طالما أن ده مجلس عقد حتى لو كان بعدد قليل، يبقى بتنزل علينا السكينة تغشانا الرحمة تحفظنا الملائكة يذكرنا الله في من عنده. كذلك أيضا من هذه المنن التي بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم هو أن الله تعالى يباهي بهذا المجلس الملائكة، يباهي بهذا المجلس الملائكة. طبعا بينا أن هناك ملائكة هم من أفاضل الملائكة يتبعون مجالس الذكر، يبحثون كده عن مجالس الذكر، إذا وجدوا مجلسا نادى بعضهم على بعض هلموا إلى بغياتكم هلموا إلى حاجاتكم، فيحفون ذلك المجلس بأجنحتهم حتى يملؤون ما بينهم وبين السماء الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الجمع من الملائكة لا ينصرفون عن مجلس العلم إلا بانصرافنا، هذا الجمع لا ينصرفون عن المجلس إلا بانصرافنا، وعندما ينصرفون يعرجون إلى ربهم سبحانه وتعالى، والله عز وجل يسألهم عن عباده، عن هؤلاء الذين جلسوا في ذلك المجلس. في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك. قال: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابي فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك. قال: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة، يباهي بهذا الحضور الملائكة، قلنا بغض النظر عن العدد، هذا مجلس عقد، قلنا بعدد غفير بعدد قليل هذا مجلس، وهذا المجلس أعطاه الرب سبحانه وتعالى لأي مجلس عقد من أجل الذكر وتلاوة القرآن وأيضا مدرسة القرآن. فأبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: والله ما أجلسكم إلا ذاك، يعني ما كانش في غرض آخر، لا والله ما جلسنا إلا من أجل ذلك الأمر هو ذكر الله عز وجل. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، يعني لما قال: والله ما أجلسكم إلا ذاك، يعني يستحلف القوم ولم يقصد
يعني أن يشكك في نواياهم، ولكن هو فعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، لذلك قال لهم: وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه. يبقى معاوية رضي الله عنه وارضاه لم يكثر من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. انظر بقى إلى يا ترى جلسوا ليه، عقدوا المجلس ليه، يتذكرون نعم الرب سبحانه وتعالى عليهم. وأجل نعمة أنعم الله تعالى بها علينا هو أن جعلنا مسلمين، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة، أي الاستمرارية. هذه من نعم الرب سبحانه وتعالى، هذه من نعم الرب سبحانه وتعالى أن الله عز وجل اصطفاك على هذا الدين الذي ارتضاه لعباده. الصحابة كانوا يشعرون بهذه النعمة، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يشعرون بهذه النعمة، وأن كانوا في حالة من الكفر وحالة من الشرك وحالة من الجاهلية المقيتة، والله تعالى من على هؤلاء وشرح صدور الصحابة رضي الله عنهم للإسلام فدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. يبقى كانوا قبل ذلك على الكفر والشرك، والله تعالى من على هؤلاء وشرح صدورهم فدخلوا الإسلام، فيعرفون هذه النعمة والمنة من رب سبحانه وتعالى. لذلك إيه السبب في جلوس الصحابة رضي الله عنهم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. من عظيمة من الرب سبحانه وتعالى، من الرب سبحانه أنه أنزل علينا الكتاب وأرسل لنا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يعلمنا كيف نتعامل مع كتاب الله عز وجل. واحد لما بيرجع كده تفكر، يعني لو لم يكن هناك كتاب أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، أو كان هناك كتاب أنزل الله عز وجل على رسوله ولكن لم يكن هناك سبيل لكي نتعرف كيف نتعامل مع القرآن، يبقى على ذلك الله تعالى أنزل الكتاب ولكن لم يبعث لنا رسولا لكي نتعلم من خلاله كيف نتعامل ونقرأ القرآن، يا ترى كان حالنا هيكون إزاي؟ فدي نعم الرب، لقد من الله على المؤمن منا، فالمنة دي يشعر بها الإنسان، النعم دي يشعر بها الإنسان، القلب يعترف بذلك، فعلى ذلك لا يغفل عن الثناء الدائم على الرب سبحانه وتعالى والاعتراف الدائم المستمر بنعم الرب سبحانه وتعالى. فهذه نعمة عظيمة جدا، ممكن إنسان كده لو هيكافأ بمكافأة مالية قد يشعر بيفرح فرحا شديدا ويبقى في حالة من السعادة والفرح أنه نال هذا المال، فعلى ذلك فرح شديد جدا، ولكن لما يوفق إلى طاعة، يوفق إلى مسألة من مسائل حكم الأحكام ومعنى من معاني، وفق إلى سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يكون أشد فرحا من ذلك، أن يكون أشد فرح من المال. يعني لو إنسان على ذلك حيوسع عليه في الدنيا تجد حالة من الفرح والسرور تنتبه هذا الإنسان، ولكن لما يوفق إلى طاعة من الطاعات لا ترى هذا الفرح والسرور الذي نراه عليه لو وسع عليه في المعايش، أو أن الله سبحانه وتعالى وسع عليه في المال أو في الرزق وغير ذلك. ده حال الإنسان، وإحنا دايما بنتعلم من كتاب ربنا سبحانه وتعالى كما قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وفي المقابل كده: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يبقى نوازن كده، نوازن بين الأمرين، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ده مطلب للإنسان، مطلب سبب في حالة من الفرح الشديد جدا لما بيرزق الولد وبيرزق المال ويرزق سعة في العيش والرزق، فرح شديد. طب لكن الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، دي الباقيات الصالحات زي التسبيحة كده، دي من الباقيات الصالحات، لأنها باقية الحسنة لا تفنى. شوف الدنيا دي كلنا يعني على يقين أنها تفنى وتزول وترحل، لكن الحسنة لا تفنى، لا تفنى، هذه الباقيات الصالحات. يبقى أي عمل من أعمال الطاعة هذه الباقيات الصالحات،
يبقى خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إحنا لما نيجي نقرأ في القرآن هتجد يعني هذه الموازنة بين الدنيا والآخرة. يبقى على ذلك أيهما تقدم، أيهما تقدم، إزاي فعلا ننظر هذه النظرة إلى الآخرة. وإحنا دايما نظرتنا أن الدنيا هي متقدمة يعني في داخل الإنسان عن الآخرة، يعني حب للدنيا، إقبال على الدنيا أشد من إقبال على الآخرة. مفترض كده أن احنا نبدأ نصحح المعادلة، يبقى إقبال على الآخرة وأعلم أن الدنيا خادمة للآخرة، الدنيا خادمة للآخرة. احنا لا نستطيع أن نصل إلى الدرجات في الآخرة إلا عن طريق تعمير الأوقات في الدنيا. يبقى احنا بنصلي فين في الدنيا، بنصوم فين في الدنيا، بنقرأ قرآن فين في الدنيا، يبقى الذكر ومداومة الإنسان على الذكر فين في الدنيا. يبقى أنا أساسا بجعل الدنيا خادمة للآخرة، يبقى لا نستطيع أن نصل إلى المنزلة في الآخرة إلا عن طريق هذه الفطرة العمرية، هذه المنحة الربانية. يبقى الفطرة العمرية التي نقضيها في الدنيا، وبالتالي يبقى كان الصحابة رضي الله عنهم يبقى على ذلك تأسفون عند الموت على فوات تلك الطاعات التي كانوا يقومون بها في الدنيا. يبقى لما الإنسان بيطلب الدنيا يطلب الدنيا، أطلب الدنيا، نتمنى لو أطال الله عز وجل لنا في أعمارنا، ولكن في المقابل أن نستثمر أو نعمر هذه اللحظات بطاعة الله سبحانه وتعالى، ليس طلبا في زيادة العمر في الدنيا لمجرد الزيادة. ولكن احنا بينا قبل ذلك أن الشيطان ماذا طلب من ربي سبحانه وتعالى؟ طلب أن يمد في عمري إلى نهاية الدنيا. كان ليه الكلام ده؟ هو ليه هدف، ليه هدف هو بيسعى إليه، هو سعيه في إضلال الإنسان، فأراد أن يمد في عمري حتى يتمكن من إضلال يعني أعداد وأعداد. ده هدف الشيطان. يبقى لما طلب الحياة أو طلب مد العمر في الدنيا لم يطلبها من أجل الدنيا، يعني عشان يستمتع بالدنيا بطعام بشراب بنكاح وغير ذلك، لا، ولكن كان ليه هدف. المسلم كذلك، يعني المسلم الطاعة رب سبحانه وتعالى، يبقى نحن نحب الدنيا، نحب الدنيا لما فيها من طاعات، ونتمنى لو أطال الله عز وجل في أعمارنا، ولكن إيه بتعمير الدنيا بالطاعات. ونتمنى ذلك، نتمنى الإنسان يتمنى طول العمر مع طاعة الله سبحانه وتعالى. قلنا لماذا؟ لأن هذه المراتب في الآخرة لا نصل إليها إلا عن طريق الدنيا، عن طريق تعمير الإنسان لهذه اللحظات في الدنيا. فلما بيطلب الزيادة في أو يمد في عمره في الدنيا ليس من أجل الدنيا وليس من أجل متاع الدنيا، ولكن من أجل الاستمتاع بالآخرة، وأن يستمتع بدنيا عن طريق تلك الطاعات. يكفي أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجلسون ويذكر الله عز وجل على ما هداهم للإسلام. نعمة لو سلبت الإنسان، يبقى عشان أنت تعرف النعمة انظر كده، لو سلبت منك هذه النعمة ماذا تصنع؟ يعني كيف تصنع؟ قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، يبقى بيذكرنا فعلا لو أخذ نظر الإنسان، أو هيبقى أصم بعدما كان بيسمع، أو إن هو أصبح هو أبكم بعدما كان يتكلم. لو النعمة دي أزيلت، يعني فكر كده، لو أزيلت منك هذه النعمة، يعني إحنا ممكن الإنسان يشعر بالنعمة بعد رحيلها، بعد زوالها عنه. زي نقول نعمة الصحة، الصحة لما يصاب بمرض بيشعر بهذه الصحة، لما يصل إلى الكبر يشعر أيضا بفطرة الشباب والفتوة إلى غير ذلك، لكن ممكن بيشعر بعد فوات الأوان. قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا الإسلام ومن النبي علينا. قال الله ما أجلسكم إلى ذلك؟ قال والله ما أجلسنا إلا ذلك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. يباهي مين؟ بهذا المجلس. دايما لما بنيجي نستحضر يعني هذه المنن التي يمن بها ربنا سبحانه وتعالى علينا إن عقدنا المجلس، دايما ده بيبقى حافز، حافز الاستمرار، بل حافز أنا أبحث عن أي مجلس من مجالس العلم،
نجلس في ذلك المجلس، قلنا لكي تنزل السكينة تغشنا الرحمة تحفونا الملائكة يذكرنا الله في من عنده، ده بالإضافة أن الله عز وجل يغفر لأهل ذلك المجلس وأن الله تعالى يبائي بكم الملائكة. دي كلها منن، كل دي حوافز. قلنا لما بنستذكر ذلك الأمر أو بنستحضر هذه المعاني فده بيبقى حافز محرك للإنسان أن يبحث عن مجالس العلم. قلنا مجلس العلم يعني ليس بالحتم ولزوم أن يكون مجلسا طويلا يعني في الوقت، لكن أي مجلس يبقى ما جلسنا إلا للذكر، ما جلسنا إلا للذكر. يبقى لو جلسنا كده نتعلم مسألة أو نتدارس آية أو نتدارس يعني رواية من هذه الروايات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مجلس مجالس الذكر، ليس يعني بطولي ولا بقصري ولكن ده مجلس. وليس أيضا بالعدد، هذا عدد قليل هذا عدد كثير، مجرد عدد عقد به المجلس جلسنا نتذاكر ما نتعلمه من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كل دي منن يبقى لأصحاب ذلك المجلس. أيضا نتعلم من خلال هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمنا حتى الإنسان في حال النوم كيف يكون ذاكرة رب سبحانه وتعالى. دايما الذكر كده والدعاء وأيضا الاستغفار والإنابة والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، تفويض الأمر لله عز وجل، دايما ده الإنسان يكون في ذكر دائم. قلنا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما ترك لنا هذه الأفعال إلا وبين لنا الذكر الملازم للفعل، إلا وبين لنا الذكر الملازم للفعل. زي ما احنا ندخل الخلاء في ذكر ملازم، طب نخرج من الخلاء في ذكر ملازم، نيجي ندخل المسجد في ذكر ملازم، لما نخرج من المسجد في ذكر ملازم، عند الأكل عند الشرب عند لبس الثياب، كل دي أذكار بتلازم الإنسان مع الأعمال. يبقى زي ما احنا بنقوله كده في الصلاة، في الصلاة في ركن الطمأنينة، وده ركن أساسا عمل يأتي مع كل ركن عملي، هذا ركن يأتي مع كل أركان العملية، لكن هو مش ركن قائم بذاته كده، ده هو ركن مع كل ركن أركان العملية. كذلك كأن الذكر كده مع كل الأعمال كل الأفعال، يبقى كل أفعال الإنسان هنجد فيه أذكار كده ملازمة لهذا الأمر، في دعاء ملازم لهذه الفعلة. يبقى دي الأذكار الموظفة التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، منها هذا الذكر الموظف عند النوم، عند الاستيقاظ من النوم في ذكر، وعند النوم في ذكر. يعني أول ما يعني يقوم الإنسان يستيقظ من نومه وكذلك يفتح عينيه يبقى في ذكر، عند أيضا عندما يعني يأوي الفراشة ويغمض عينيه في ذكر، أيضا ذكر دايما كان اللحظة اللي احنا هنفتح فيها عيوننا إلا اللحظة اللي احنا ننام فيها ونغمض العينين. عند النوم كده قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال لبراء بن عازب رضي الله عنهما، قال إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، أجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. فقال فرددتهن لأستذكرهن، فقلت آمنت برسولك الذي أرسلت، قال قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. شوف حرص الصحابة رضي الله عنه، وممكن احنا بنسمع الرواية وخلاص، يبقى ده دعاء. مثلا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر رضي الله عنه لما طلب منه دعاء يدعو به في صلاته، قال لا قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. احنا قلنا الذكر ده ممكن نكرره، لكن يا ترى همتي أنا كمستمع، أنا دلوقتي يعني بستمع وننصت وعايز أيضا أتعلم ذلك الذكر، ولا ذكر احنا عرفناه ومر علينا؟ شوف انظر إلى البراء بن عازب رضي الله عنهما لما استمع إلى هذا الكلام ردد هذا الكلام واستذكر ذلك الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه هنسمعهم لك، سنشوف كده هنسمعهم حفظتهم ولا لا. فقال
فرضتهن لا استذكرهن، فقلت آمنت برسولك الذي أرسلت. في الآخر كده بعد ما يقول ونبيك الذي أرسلت قال رسولك، قال لا، قل آمنت بنبيك الذي أرسل. نفس الكلام التي خرجت من في النبي صلى الله عليه وسلم. حرص الصحابي يعني هو مش مجرد كلام افعل كده وخلاص نقول ما انا هفعل، لا ابدا، ده هو يستذكر هذا كلام خلاص انتهى، ده خلاص بقى في مفكرة اليومية، يعني ده خلاص برنامج العمل اليومي يدخل فيه ذلك الكلام. ولذلك لما نيجي ننظر كده قال له النبي صلى الله عليه وسلم فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطر على الإسلام على التوحيد. قال واجعلهن من آخر كلامك، آخر كلام تتكلم به. ولما نبص كده ننظر يعني كلها طاعات. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. يبقى أول حاجة بتوضأ وضوء للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن، ثم اضجع على شقك الأيمن، ثم قل. يبقى دي كلها سنن كده، هذا وادي النبي صلى الله عليه وسلم في النوم. يبقى أنا أريد أن أنام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام. كيف كان ينام؟ أو كما قال البراء بن عازب رضي الله عنه، يبقى توضأ وضوء للصلاة ويضجع على شقه الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. كلام لما نشوف كلام يعني أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، يبقى كلها يعني توحيد، كلها توحيد، وكلها أساسا يعني بيفوض ذلك الأمر إلى ربي، بيتوقع ربي، بيعتمد على ربي، ولا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، التسليم الكامل. يبقى قال اللهم إني أسلمت وجهي إليك، وفي رواية كده اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. يبقى كلها استسلام وخضوع وانقياد وإذعان لله سبحانه وتعالى، تفويض الأمر إلى الله عز وجل، لا يتوكل إلا على ربي سبحانه وتعالى، لا يتوكل إلا على ربي سبحانه وتعالى، وبيعلن عن عقيدة آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. هذه التوحيد كله، لو مات مات على الفطرة، لو مات من هذه الليلة في هذه الليلة مات على الفطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بس أيضا كما بينا قبل ذلك ان احنا بيتطلب ان انا ابقى فاهم الكلام اللي بقوله، مش مجرد كده كلام يعني انا هنحفظ نص وبالتالي لما اجي انام اقول هذا النص، لا، لابد ان انا اقف على المعنى، ابقى فاهم ايه المعنى ده، هو فعلا انا من الداخل كده بنسلم وجهي لله سبحانه وتعالى، ووجهي يعني لا يلتفت لغير الله سبحانه وتعالى، وتوكلي بيكون على ربي سبحانه وتعالى، وأيضا يبقى إحنا بنرجو الرحمة ونخاف من العذاب، واعتراف العبد اللهم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، يعني كده آمنت بكتابك الذي أنزلت. إيمان يبقى التصديق بما في كتاب الله عز وجل، هو فعلا الإنسان بيبقى مجتهد أن يعمل بما في كتاب رب سبحانه وتعالى وبنبيك الذي أرسلت، يبقى ده طريق الاتباع، يعني في اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دي أساسا يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النوم. يبقى أنت في ذكر أيضا، يعني في ذكر بداية اليوم، كيف نبدأ اليوم، كيف نختم اليوم، نبدأ اليوم هو يعني الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، بالبداية خالص كده، يعني من البداية يعني الحمد لله أول أمر ينطق به الإنسان لما بيستيقظ، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، دائما التذكير الدائم كده وأمر الآخرة، التذكير الدائم. وإلى كذلك لما يجي ينام يبقى بيذكر ذلك الذكر، آدم البداية في بداية اليوم أول كلام بيتكلم به هو الذكر، آخر كلام بيتكلم به هو الذكر. يبقى ده حاله. وبين بقى الاستيقاظ والنوم أيضا أذكار موظفة لكل ما بيتصرف فيه الإنسان أو كل الأفعال التي يقوم بها الإنسان.
قلنا ادي دخول الخلاء، ادي الخروج من الخلاء، طب ادي الوضوء والذكر بعد الوضوء، ادي الخروج من البيت، ادي الدخول للبيت، الدخول للمسجد، الخروج من المسجد، هنجد كلها اذكار موظفه ما بتنفكش. اعمال كلها يعني كما نقول انما الاعمال بالنيات، العمل يفتقر لنيه، كذلك هنجد الاعمال التي يقوم بها الانسان يلازمها ذلك الذكر. بس احنا نتعلم ما هي الاذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أي شأن بيقوم به الإنسان، في أي شأن بيقوم به الإنسان. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة رضي الله عنهم في دعائهم جوامع الكلم، جوامع الكلم، كلمات يعني قليلة لكن هي شاملة لكل ما يطلب الإنسان من أمري الدنيا والآخرة. منها هذه الرواية التي يرويها أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. هذه من الأدعية الجامعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيدعو بصلاح الحال في الدنيا والآخرة، يدعو بصلاح الحال في الدنيا والآخرة. هذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقول أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. يبقى الحياة طلب الحياة لو كان هنستزيد من الخيرات، والموت يعني كراحة من أي شر يتعرض له هذا الإنسان. يبقى طبعا غير لما لا تمنى أحدكم الموت لضر أصابه، يعني ممنوع ان احنا يدعو الانسان كده بالموت عشان في ضر اصابه، ولكن هو بيدعو واجعل الموت راحة لي من كل شر، وده فوض الامر الى الله سبحانه وتعالى. ده لا يتعارض مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنن احدكم الموت لضر اصاب، لا يتمنن احدكم الموت لضر اصاب، ولكن كان قائلا: يبقى اللهم أحيني ما كانت الحياة زيادة لي من كل خير، وأمتني إن كان الموت راحة لي من كل شر. أيضا من هذه الأدعية الجامعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. يبقى على ذلك كان يقول: اللهم أتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. يبقى اللهم أتي نفوسنا تقواها. يبقى كل ده من عطايا الرب سبحانه وتعالى، أن الله تعالى ييسر لك هذا السبيل أن تكون من عبادي المتقين. وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. يبقى في علم نافع وفي علم غير نافع، مش كل علم. يبقى العلم النافع دايما هو العلم الذي يطبقه الإنسان، ده العلم النافع، هذا هو العلم النافع. العلم النافع أنك أنت بتستفيد، زي المال بالضبط، كالمال. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ابن آدم مالي مالي، وليس له من مالي إلا ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأمضى، وما سوى ذلك سوى الاستعمالات دهية فذاب وتركه للناس. ففين المال؟ مالك أساسا اللي انت انتفعت به، ومال الورثة اللي انت لم تنتفع به. ده مالي كله، ده يعني من كسب الإنسان كل ده ماله، لكن في الحقيقة مالك الحقيقي اللي انت انتفعت به. يبقى ده أكل شرب، يعني أي نفقة أنفق ذلك الإنسان. فالمال المتبقي يبقى ليس بمالك على الحقيقة، لكن ممكن يقول للورثة لو مات الإنسان الآن، فاللي انت انتفعت به وده مالك،
يبقى المالك هو الذي انتفعت به. فكذلك العلم علمان كما يقول حسن البصري رحمه الله، في علم نافع اللي احنا ايه بنطبقه، وفي علم وحجة الله عز وجل الإنسان اللي هو لا نطبقه، زي كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك. يبقى نقول لك الآية دي خلي بالك انتبه، إما تكون حجة لك أو حجة عليك. حجة لك لو أنت بتطبق مدلول الآية، حجة عليك لو لم تطبق، يعني بتبقى حجة على الإنسان. يعني كما نقول الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسس ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يبقى دي آية حجة لك ولا حجة عليك حسب عمل الإنسان. لو هو يطبق الكلام ده هو فلا تراه يسيء الظن بإخوان المسلمين، ولا تراه يتتبع عورات المسلمين، ولا تراه يغتاب أو يجلس في مجلس غيبة، يبقى ده حجة لي. ليه؟ لأنه هو دي سلوكيات مرفوضة ممقوطة عند ربي سبحانه وتعالى، وبالتالي أصبح السلوكيات مرفوضة عندي. يبقى ده أنا انتفعت بالآية، انتفعت بالآية، أو ده العلم النافع. وكذلك أصبحت دي الآية دي حجة لك عند ربك سبحانه وتعالى لما تخلى الإنسان عن هذه السلوكيات المرفوضة. وأيضا حجة على الإنسان قرأ الآيات ولكن هو ما زال في إساءته للظن بإخوانه، في إساءته للظن بإخوانه، وما زال أيضا بيغتاب ويجلس مجالس غيبة، ما زال أيضا يعني يتصنت على إخوانه من المسلمين أو يتبع عورات يعني فلان أو فلان، فهو يبقى الحجة عليه الآية حجة. يبقى لو أنا بعمل بالآية أطبق بمرشدة إليه يبقى حجة لك، أو لم تطبق يبقى حجة عليك. طبقت يبقى ده علم النافع، لم تطبق يبقى حجة عليك كما قال حسن البصري. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع طلبها في الدنيا كتير، ومن دعوة لا يستجاب لها. وإيه اللي بيمنع استجابة الدعوة؟ قال أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. ودي دعوات كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها، وبعد ذلك اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. لا يستجاب لها، يبقى الاستعاذة دي معناها أن المطلوب أن أنا بأخذ بالأسباب، أنا بأخذ بالأسباب، ومع ذلك لا يعتمد ولا يتكل على الأسباب، ولكن دائما اتكال الإنسان وتوكل الإنسان يكون على ربي رب الأسباب سبحانه وتعالى. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، لأن وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن شاء الله تعالى يعني نلتقي بعد رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله نلتقي بعد رمضان. أخي بيسأل كده بيقول رحم قد تؤدي إلى مفسدة، هل يجوز قطعها؟ لا، تقطعش الرحم، تقطعش الرحم، يعني تصل الرحم، لكن تصل الرحم بالصورة التي لا تأتي معها مفسدة، لا تأتي معها مفسدة. زي ما أنت بتذهب كده إلى مثلا قريب، القريب ده دايما بيجيب سيرة الناس، دايما كده تجد مجالس غيبة، فأنا على ذلك يعني أصافحه وأتكلم معه وأسير دون أن يبدأ في مسألة الغيبة، وما فيش مانع أن أنا أعظه ونبهه لذلك الأمر وننتبه. قال الله تعالى كذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، يعني ساعات إحنا بتبقى مفاسد يعني إحنا ممكن بنتسبب في جزء منها، في مفاسد إحنا ساعات نتسبب في جزء منها. أقول لك أنا مش عايز أروح لهذا القريب، ليه؟ لأن دايما كلامه في الغيبة وجاز الغيبة. ما هو احنا لو احنا ذهبنا ننصحه لله مش ادينا النصيحة، ادينا نصيحة تنصحه لله، يقولك انا نصحته كتير، كل ما تيجي تزوره تنصحه برضه، كل ما تيجي تزوره تنصحه، ما لا تمل من النصيحة. وكذلك ايضا يعني لا ينقطع عندك الامل في هداية هذا الانسان، لا تيأس ابدا. واحنا بينا قبل ذلك ان ابا سفيان رضي الله عنه وارضاه اسلم بعد 21 سنة، 21 سنة وكان حرب على الإسلام،
21 كان حرب على الإسلام، ولكن دخل الإسلام إلى قلبي بعد يعني 21 سنة في عام الفتح. عام الفتح ده كان سنة 8 للهجرة، وفات 13 من يبقى الفترة المكية، أدي بعد 21 سنة. فأنت لا تمل، ساعات بيبقى أن احنا بنختار الطريق عشان نريح دماغنا، أقول لك انتبه، لا يعني ده مطلوب، وانت تسعى فعلا إلى إنقاذي من ذلك الأمر. قلنا ليه؟ لأن اللي حواليه ممكن بيستمعوا ليه، فهو بيستزيد يعني بيستزيد من ذلك الأمر. ليه؟ لأن اللي حواليه يعني يحبون أن يستمعوا لذلك الكلام، أنت تنبهه أن ده حرام، وقد لا يعلم. حتى لو كان يعلم، وذكر في أن الذكر تنفع المؤمنين، وأنت عند ذلك قمت بذلك الواجب، فتمنعه الأمر ده. يبقى على ذلك قلنا لو لم يمتنع، أنا كل مرة أنصحه، كل مرة أنصحه، النصيحة يكون برفق، وممكن يبقى مع عادية مع كذا، يعني حاجة فعلا يعني بنفتح بها قلب هذا الإنسان. فعلى ذلك يبقى ممكن أكون أنا سبب في ذات هذه المفسدة بعدم أمر معروف ونهي عن منكر، بعدم المواصلة مع هذا القريب، بعدم مثلا يعني إعطاءه الهدية أو غير ذلك. يبقى أي سبيل من السبل، احنا لا ندعو، قد لا ندعو لهذا القريب يعني ما ندعوش بالهداية، ان الله سبحانه وتعالى يبعد عنه هذه الشرور، يشرح صدره للإسلام وللطاعات، دي كلها وسائل، مطلوب ان احنا نتبع هذه الوسائل. صلاة المنفرد المرأة هل يجوز رفع الإقامة فيها؟ صلاة المنفرد يعني يرفع فيها الإقامة، وكذلك أجاز بعض العلماء للمرأة، المرأة ليس عليها أذان والإقامة أساسا، لكن جاز أنها تقيم، أجاز بعض العلماء ذلك الأمر. لكن بالنسبة للمنفرد الرجل يعني من السنة أن هو يقيم الصلاة لنفسه لو صلى منفردا، لكن برضك ننبه ما يكونش ده حاله أن هو يعني تارك للجماعة، لأن ده وجوب صلاة الجماعة. وإن كان ليس من أصحاب الأعذار صلى منفردا، صلاة تصح، لكن يأثم من جهة تركه للجماعة. فوجوب صلاة الجماعة كما ذكرنا قبل ذلك ونحن بنتكلم من خلال صحيح البخاري، أن الإمام البخاري رحمه الله بوب هذه الترجمة، قال باب وجوب صلاة الجماعة، باب وجوب صلاة وجوبها، معناها لو كان الإنسان مش صاحب عذر وصلى منفردا هنقول صلاته هتصحه، ولكن يأثم بترك للجماعة، أنه ليس من أصحاب الأعذار التي يترك من خلالها الجماعة أو الجمعة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.